دمشق وريفها. أبو يزن، آخر المعلومات حتى اللحظة بخصوص التطور الميداني والأمني على الأرض. نعم، السلام عليكم. أبدأ بهذا الخبر العاجل. قوات النظام المتمركزة في جبال الورد في ريف دمشق تقوم بإطلاق الرصاص العشوائي باتجاه المدنيين الواقفين لشراء مادة الخبز، ما أدى إلى إصابة 3 نساء. وإلى الآن وإحدى النساء المصابات قد فارقت الحياة بسبب الإصابة البالغة. أما عن أوضاع دمشق لحتى هذه اللحظة أستاذي الكريم، اليوم تعيش محافظة دمشق فقط قلب العاصمة، تعيش هدوء الغير معهود والذي فقدته منذ زمن. واليوم بحالة استثنائية تشهد دمشق وشوارعها هدوء ربما يكون مخيف لأهلها بعد أن اعتدنا على سماع أصوات القصف الذي يستهدف بعض أحياء ومناطق الريف الدمشقي. واللجنة إلى الآن هي في مدينة زملكة في ريف دمشق. كما ذكرت لك، هدوء مخيف يقيم على شوارع العاصمة وحالة ترقب يعيشها أهلها. وقد توجهت اللجنة صباح اليوم إلى بلدة المليحة، ولكن حاجز تابع لقوات النظام على مداخل البلدة لم يسمح لها بالدخول الفوري، وبقوا أكثر من ساعة وبعدها سمحوا لهم بالدخول وتم استقبالهم من قبل الجيش الحر. تم اللقاء مع بعض قادات من الجيش الحر في بلدة المليحة، ومن ثم ذهبوا مباشرة إلى مدينة عين ترمة، وهم الآن في زملكة في المشفى الميداني التابع لبلدة زملكة، وقاموا بأخذ العينات. وحتى هذه اللحظة هم في قلب المشفى يقومون بالحديث مع الأطباء وبعض المصابين. أما عن التصعيد الذي حصل فجر اليوم، أي من بعد منتصف الليل وحتى 9 صباحا في حي جوبر، قامت قوات الأسد فجر اليوم بقصف بالكيماوي على جبهة حي جوبر الدمشقي، وسجل وقوع 9 إصابات مختلفة والحمد لله ليست بخطيرة. وتم التأكد من الأطباء الموجودين في منطقة حي جوبر لأنها قنابل غازية ذات تأثير محدود يعمد النظام باستخدامها محاولة بث الرعب بين الجيش الحر لانهيار معنوياته، فيما اشتباكات عنيفة جدا شهدت على مداخل حي مخيم اليرموك وبرزة، وتزامنا مع قصف عنيف جدا على الحي. والجيش الحر يتمكن من تدمير دبابة T-72 وأطراف أخرى على المتحلق الجنوبي من جهة حي القابون. الريف الدمشقي هناك اشتباكات عنيفة جدا بين الجيش الحر وقوات النظام دارت فجر اليوم على أطراف بلدة عين ترمى التي زارها اللجنة اليوم. طب هل هناك مثلا يعني منافذ للسكان من خلالها يمكن أن ينزحوا إلى مناطق على الأقل يعني وطأة القصف أو الشبكات فيها أخف؟ نعم، هناك مناطق آمنة خاصة مع قدوم اللجنة. كما ذكرت لك، هناك هدوء بعض الأماكن التي يخضع لها هذه المناطق. هناك الآن أصبحت هناك ممرات آمنة في ظل وجود اللجنة في القطة الشرقية، يعني الناس استغلت هذه الفرصة كما شاهدتم في المقاطع الفيديو الذي بثها بعض الناشطون. مع قدوم اللجنة تشاهدون بعض السيارات من المدنيين يخرجون من نفس الطريق التي أتت منه اللجنة. من دمشق، أبو يزن الحمصي الناطق باسم شبكة شام في دمشق وريفها، شكرا جزيلا.